السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا سنة ستة، أخباركم ايه؟ النهاردة بإذن الله هناخد مع بعض الدرس الثالث من الوحدة الأولى جغرافيا، ألا وهو الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية. الموارد والأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية. بيقول لي يا شباب تتنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية. طيب ليه؟ بما تفسر تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية؟ برافو، سمع طالب ممتاز بيقول لي بسبب تنوع الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية. طيب افرض عكستها، ما النتائج المترتبة على تنوع الموارد الطبيعية في البيئة الصحراوية؟ تقول لي أدى ذلك إلى تنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية. جميل. طيب لو أنا سألتك يعني إيه أصلا نشاط اقتصادي؟ النشاط الاقتصادي يا شباب هو العمل أو الحرفة التي يقوم بها الإنسان لسد احتياجاته، أو استخدام الإنسان للموارد المتاحة لسد احتياجاته من مأكل وملبس ومشرب. طيب هل تتعدد الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية؟ طبعا تتعدد وتتنوع الأنشطة الاقتصادية في البيئة الصحراوية. طيب اثبت أو دلل على صحة تلك العبارة. تقول لي حيث توجد أنشطة اقتصادية مثل الري، الزراعة، الصناعات الحرفية، التعدين واستخراج البترول، السياحة. تاني، الري، الزراعة، الصناعات الحرفية، التعدين واستخراج البترول، السياحة. كل دي أنشطة اقتصادية موجودة في البيئة الايه؟ الصحراوية. أول نشاط اقتصادي هنتكلم عليه ألا وهو الري. هنتكلم عن الري في البيئة الصحراوية. بيقول لي يا شباب الري نشاط يقوم به بعض سكان البيئة الصحراوية. الري نشاط يقوم به بعض سكان البيئة الصحراوية. بيجي يقول لي بما تفسر يتنقل الرعاة من مكان إلى آخر؟ ها، تقول لي بحثاً عن الماء والعشب. بما تفسر تنقل الرعاة من مكان إلى آخر؟ تقول لي بحثاً عن الماء والعشب. طيب ايه هي بقى اهم القبائل التي تقوم بحرفة الرعي؟ عندي قبائل يا شباب زي قبيلة اولاد علي، ودي موجودة في محافظة مطروح بالصحراء الغربية، وعندي قبائل العببدة بالصحراء الشرقية. اقول لك صح ام خطأ توجد قبائل العببدة بالصحراء الغربية؟ تقول لي خطأ، قبائل العببدة توجد بالصحراء الشرقية. أما قبيلة أولاد علي، ها، توجد فين؟ برافو، في محافظة مطروح، ومحافظة مطروح فين؟ في الصحراء الغربية. جميل، بالإضافة لبعض القبائل في سيناء. يبقى أهم القبائل التي تقوم بحرفة الري نقط ونقط ونقط، عندي قبيلة أولاد علي في محافظة مطروح بالصحراء الغربية، عندي قبائل العببدة بالصحراء الشرقية، بالإضافة لبعض القبائل في سيناء. طيب إيه هي أهم حيوانات الري في البيئة الصحراوية؟ أهم حيوانات الري إن أنا عندي الماعز والأغنام والإبل. الماعز والأغنام والإبل. طب إيه هي أهمية حيوانات الري؟ إيه اللي أنا بستفيده من الماعز والأغنام والإبل؟ إن هي بتوفر اللحوم والألبان والجلود والصوف. توفر اللحوم والألبان والجلود والصوف. تاني حاجة هي الزراعة. الزراعة في البيئة الصحراوية أكيد موجودة فين؟ ها، بيقول لي توجد الزراعة في الواحات. والسؤال المعهود بتاعنا بما تفسر قيام الزراعة في الواحات بالصحراء الغربية؟ تقولي اعتمادا على المياه الجوفية المستخرجة من الآبار والعيون. طيب الواحات دي عندي زي ايه؟ ها، طبعا انتوا عارفينها، عندي واحد سيوة، الواحات البحرية، واحد الفرافرة، عندي الدخلة الخارجة، وطبعا اماكنهم على الخريطة معروفة. تاني، عندي هنا واحد سيوة، البحرية، الفرافرة، الدخلة الخارجة. تذاكر يا شباب، تمام؟ طيب ايه هي بقى اهم المحاصيل الزراعية في البيئة الصحراوية؟ اهم المحاصيل الزراعية الموجودة في البيئة
الصحراوية. أولا أنا عندي الحبوب الغذائية. طيب الحبوب دي زي إيه؟ مثل القمح والشعير. طيب بيقولي إن هي مهمة، إيه أهمية الحبوب الغذائية؟ إيه أهمية القمح والشعير؟ بما تفسر تقولي لسد حاجات السكان الغذائية، لسد حاجات السكان الغذائية. عندي كمان النباتات الشجرية اللي هي زي إيه؟ ها تقولي مثل أشجار النخيل والمشمش والزيتون. يبقى النباتات الشجرية مثل نقط ونقط، مثل أشجار النخيل والمشمش والزيتون. عندي كمان النباتات الطبية وهي مهمة. طيب ليه؟ بما تفسر أهمية النباتات الطبية في البيئة الصحراوية؟ تقولي لأنها تستخدم في علاج بعض الأمراض. النباتات الطبية تستخدم في علاج بعض الأمراض. جميل. ثالثا الصناعات الحرفية في البيئة الصحراوية. بيقول لي ترتبط الصناعات الحرفية أو الصناعات اليدوية في البيئة الصحراوية بتوافر المواد الخام أو الموارد اللازمة للصناعة. تيجي لي أكمل، تيجي لي بما تفسر أو ما النتائج. أكمل العبارة الآتية: ترتبط الصناعات الحرفية أو الصناعات اليدوية في البيئة الصحراوية بتوافر نقط، تقولي بتوافر المواد الخام أو الموارد اللازمة للصناعة. طيب بما تفسر تنوع الصناعات الحرفية في البيئة الصحراوية؟ تقولي لتوافر المواد الخام أو الموارد اللازمة للصناعة. طيب ما النتائج المترتبة على توافر المواد الخام أو الموارد اللازمة للصناعة؟ ها تقولي إيه؟ قيم الصناعات الحرفية أو اليدوية في البيئة الإيه؟ الصحراوية. جميل. طيب إيه هي بقى أهم الصناعات الحرفية في البيئة الصحراوية؟ أهم الصناعات الحرفية صناعة السجاد اليدوي. طيب بما تفسر قيام صناعة السجاد اليدوي في البيئة الصحراوية؟ تقولي لوفرة أصواف الأغنام ووبر الإبل. لوفرة أصواف الأغنام ووبر الإبل. ما النتائج المترتبة على وفرة أصواف الأغنام ووبر الإبل في البيئة الصحراوية؟ طالبة شطورة قالت لي قيام صناعة السجاد اليدوي، وهي من أهم الصناعات الحرفية الموجودة في البيئة الإيه؟ الصحراوية. عندي كمان صناعة حفظ التمور. صناعة حفظ التمور. طيب هي موجودة ليه في البيئة الصحراوية؟ بما تفسر بسبب كثرة أشجار النخيل ووفرة الأيدي العاملة. كثرة أشجار النخيل ووفرة الأيدي العاملة. جميل. طيب ما النتائج المترتبة على كثرة أشجار النخيل ووفرة الأيدي العاملة؟ إيه النتيجة؟ ها برافو، قيام صناعة حفظ التمور في البيئة الصحراوية، وهي من أهم الصناعات الحرفية. طيب رابعا عندي التعدين واستخراج البترول في البيئة الصحراوية. موجود عندي حرفة التعدين واستخراج البترول. الصورة دي بتوضح لي استخراج البترول. يعمل عدد كبير من سكان البيئة الصحراوية بالتعدين واستخراج البترول. طيب بما تفسر يعمل عدد كبير من سكان البيئة الصحراوية بالتعدين؟ ها تقول لي لوفرة المعادن المختلفة في البيئة الصحراوية. لوفرة المعادن المختلفة في البيئة الصحراوية. طيب افرض عكستها، ما النتائج المترتبة على انتشار الموارد المعدنية والبترول في البيئة الصحراوية؟ النتيجة المترتبة على انتشار الموارد المعدنية والبترول في البيئة الايه؟ الصحراوية. تقولي رقم واحد قيام حرفة التعدين واستخراج البترول. قيام حرفة التعدين واستخراج البترول، حيث يعمل عدد كبير من سكان البيئة الصحراوية بالتعدين واستخراج البترول. رقم اتنين استقر عدد كبير من السكان في المناطق العمرانية القريبة من مناطق التعدين وحقول البترول. يبقى استقرار عدد كبير من السكان في المناطق العمرانية القريبة من نقط ونقط القريبة من مناطق التعدين وحقول الايه؟ البترول. جميل. ايه هي اهم المعادن الموجودة في البيئة الايه؟ الصحراوية. تقول لي يا مس اماني عندي الحديد والفوسفات والمنجنيز والذهب. تاني الحديد الفوسفات المنجنيز الذهب.
الحديد موجود فين؟ في الواحات البحرية بالصحراء الغربية. طيب الفوسفات موجود في مناجم أبو طرطور بالواحات الداخلة بالصحراء الغربية. المنجنيز موجود فين؟ موجود في أم بجمة بسيناء. طيب الذهب موجود في مناجم السكري بالصحراء الشرقية. كل ده لازم نعرف أماكنه على الإيه، أو المواقع بتاعة المعادن دي على إيه، على الخريطة. عندي الحديد قلنا موجود فين؟ قلنا موجود في الواحات البحرية، الواحات البحرية بالصحراء الغربية. يبقى أما أحط الرقم كده عند الواحات البحرية وأقول لك منطقة يستخرج منها الحديد، تقول لي الإيه؟ الواحات البحرية. طيب الفوسفات موجود فين؟ موجود في مناجم أبو طرطور. الفوسفات موجود في أبو طرطور بالواحات إيه؟ بالواحات الداخلة بالصحراء الغربية. طيب المنجنيز موجود فين؟ المنجنيز موجود في أم بجمة بسيناء، أم بجمة بسيناء. طيب الذهب موجود في مناجم السكري بالصحراء الشرقية. تمام، دي كانت أهم معادن البيئة الصحراوية. طيب عندي كمان مصادر الطاقة. إيه أهم مصادر الطاقة في البيئة الصحراوية؟ عندي بترول وغاز طبيعي. بترول وغاز طبيعي، طيب يستخرجان منين؟ البترول والغاز الطبيعي يستخرجان من سيناء على سواحل خليج السويس وشمال الصحراء الغربية. نشوف تاني على الخريطة. البترول والغاز الطبيعي من أهم مصادر الطاقة في البيئة الصحراوية، ويستخرجان من سيناء على سواحل خليج السويس، وكمان في شمال الصحراء الإيه؟ الغربية. جميل. طيب هل عندي صخور في البيئة الصحراوية؟ طبعا توجد بالبيئة الصحراوية كميات ضخمة جدا من أجود أنواع الصخور التي تستخدم في البناء والزينة والسيراميك. يبقى يوجد صخور في البيئة الصحراوية وبكميات ضخمة وكبيرة. طيب أهميتها إيه، أو تستخدم في إيه؟ تستخدم في البناء والزينة والسيراميك. طيب هي زي إيه؟ مثل الجرانيت والحجر الجيري. طيب إحنا استخدمنا الحجر الجيري في إيه؟ ها؟ الحجر الجيري بنيت منه الأهرامات ومعظم المباني التاريخية. تمام؟ يبقى أنا عندي صخور موجودة في البيئة الصحراوية وموجودة بكميات ضخمة، بستخدمه في إيه؟ إيه أهمية الصخور في البيئة الصحراوية؟ بتستخدم في البناء والزينة والسيراميك. طيب هي زي إيه؟ مثل الجرانيت والحجر الجيري الذي بنيت منه الأهرامات ومعظم المباني التاريخية. خامسا السياحة في البيئة الصحراوية. عندي سياحة في البيئة الصحراوية؟ طبعا ده تعد السياحة من الأنشطة الاقتصادية المهمة في البيئة الصحراوية. ليه؟ بما تفسر أو دلل على صحة تلك العبارة، تعد السياحة من الأنشطة الاقتصادية المهمة في البيئة الصحراوية. تقول لي رقم واحد، حيث وجود النباتات الطبيعية والحيوانات والطيور البرية النادرة. طيب الحيوانات دي زي ايه؟ مثل الكبش الجبلي. يبقى وجود نباتات طبيعية وحيوانات وطيور برية نادرة مثل ايه؟ مثل الكبش الجبلي. تمام؟ كمان عندي مناظر خلابة في البيئة الايه؟ الصحراوية. طيب ايه النتيجة المترتبة على وجود مناظر خلابة في البيئة الصحراوية؟ المناظر الخلابة دي جعلها تجذب اليها السياح لسياحة السفاري. طيب سياحة السفاري دي عبارة عن ايه؟ سياحة السفاري دي نوع من انواع المغامرات، من انواع الايه؟ المغامرات، بتوجد في المناطق الصحراوية والجبلية، حيث البساطة والمغامرة والعودة للحياة الطبيعية ومراقبة الإيه؟ الحيوانات والطيور الموجودة في الصحراء. تمام؟ يبقى في مناظر خلابة في البيئة الصحراوية بتجذب إليها السياح لسياحة الإيه؟ السفاري، مثل الصحراء البيضاء بالفرافرة. مثل الصحراء البيضاء بإيه؟ بالفرافرة. ثالث حاجة تعدد المزارات السياحية بسيناء.
طيب المزارات السياحية دي زي ايه؟ زي دير سانت كاترين وجبل موسى، وهي من السياحة الدينية. يعني لما اقولك دلل على صحة العبارة توجد سياحة دينية في البيئة الايه الصحراوية، تقول لي حيث تعدد المزارات السياحية بسيناء مثل دير سانت كاترين وجبل ايه وجبل موسى. كمان عندي توافر المنشآت السياحية. زي ايه المنشآت السياحية دي؟ من فنادق ومخيمات وطرق جيدة لخدمة السياحة. طيب الفنادق زي ايه؟ مثل فنادق الواحات البحرية وساحل البحر الأحمر. مثل فنادق الواحات البحرية وساحل البحر الايه الأحمر. يبقى توافر المنشآت السياحية وتعدد المزارات السياحية ووجود سياحة دينية وسياحة السفاري، وجود المناظر الخلابة والنباتات الطبيعية والحيوانات، كل الحاجات دي عوامل ومقومات جعلت البيئة الصحراوية ايه منطقة جذب سياحي، منطقة جذب سياحي. تمام. ايه بقى أهمية أرض سيناء يا شباب؟ بما تفسر أهمية أرض سيناء؟ أرض سيناء يوجد بها الكثير من المقدسات. زي إيه المقدسات دي؟ زي جبل موسى، حيث كلم الله نبيه موسى عليه السلام ونزل عليه الوصايا العشر. يبقى جبل موسى كلم الله سبحانه وتعالى عليه نبيه موسى عليه السلام ونزل عليه الوصايا الإيه العشر. كمان أرض سيناء بها دير سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة، ويوجد بها الكثير من الآثار الإسلامية. يبقى لما أقولك إيه هي أهمية أرض سيناء للسياحة الدينية، أو أثبت إن سيناء مميزة جدا في السياحة الدينية، تقولي أرض سيناء يوجد بها الكثير من المقدسات مثل جبل موسى، حيث كلم الله نبيه موسى عليه السلام ونزل عليه الوصايا العشر. كمان يوجد بها الكثير من الآثار الإسلامية، وبها دير سانت كاترين ومسار العائلة المقدسة. درس سهل وجميل أوي يا سنة ستة، نذاكره وطبعا ما ننساش نحل الأسئلة. شكرا جزيلا، موفقين، سلام عليكم.